اليوم نواجه فريق استراليا، ونعرف ان الكرة الاسترالية من الكرات المميزة. تمريرة حلوة وتقدم وفيها فرصة وفيها بتمريرة وهي جول جول جول. يا سلام يا سلام، شباب الامارات ينشرون المسرات، ويا الابيض بياض ويه، انه يوسف سعيد. السعادة دائما باقدام يوسف سعيد، وفي طشقند ابيضنا يعمل بجد، وفي اوزبكستان منتخبنا اليوم فنان. ويا السلام، ابيضنا الصغير يصل الى شباك الكنغارو ويريد الوصول للمونديال عبر بوابة استراليا، وهي اهتزت شباكهم هز، اهتزت شباكهم هر. وتمرير، والفرصة الإماراتية لا زالت مستمرة ولا زالت قائمة، وتصويبة قوية، والفرصة لا زالت قائمة وهي إماراتية ملعوبة. الله، الثاني 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 الثاني، جابناه وسجلناه في شباك استراليا، وضعناه. أبيضنا سالم وأبيضنا غانم وأبيضنا واصل لكأس العالم إن شاء الله. يا آسيا، بنروح أرباع لدور الأربعة، ودنا نروح أرباع لدور الأربعة. والله الله 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 على شباب الإمارات بهدفين للا شيء سجلوها. يا الله، شوف اللمسة وشوف اللعبة وشوف الكرة وضعت في الشباك الأسترالية، وعلى ذلك شباب مخلصون في مرمى أستراليا يسجلون من أجل فرحة وطن يبحثون، ولكأس العالم بإذن الله يصلون. أسترالي تبدو مزعجة وخطيرة، والفرصة لا زالت قائمة للمنتخب الأسترالي من الجهة اليمنى. تستمر المحاولة وخطيرة، وهدف للمنتخب الأسترالي، هدف للمنتخب الأسترالي. شوف اللعبة الماضية العرضية التي حضرت، وبالتالي المنتخب الأسترالي يصل إلى شباك ناصر عبد الله ويسجل هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 81 من عمر المباراة. لاحظ الكرة الماضية، الكرات العرضية اللي قلت إن خطورة الأستراليين كلها في الكرات العرضية. لاحظ كرة عرضية أتتهم، ما كان في تغطية دفاعية جيدة، وعلى ذلك ثواني تمر والكرة فيها فرصة للمنتخب الأسترالي، زارت قائمة، والكرة في الشباك الإماراتية في الثواني الأخيرة، في الثواني الأخيرة. يا إلهي، جنون كرة القدم يحدث الآن، شيء لا يصدق، جنون كرة القدم يحدث الآن، شيء لا يصدق. هي لو ضاعت الفرصة هذه كان الحكم خلاص صفر، لكن المنتخب الأسترالي يعادل النتيجة. يحاولون المرور، يا السلام على التغطية، العودة مجددا إلى لاعبهم الدائم كوري إدوارد من هذا المكان. حصلوها الأستراليين، بداية هجمة لا زالت قائمة ومستمرة، الفرصة لمصلحة المنتخب الأسترالي، وهدف ثالث للأستراليين الآن، هدف ثالث للأستراليين الآن في الشوط الإضافي الأول. النتيجة تبدلت وتغيرت وتحولت، الأسترالي الخسران بهدفين الآن يجد نفسه. الكرة طالت خارج الملعب، لاحظ، أعتقد بأن الكرة غادرت من اللقطة الماضية، لكن على العموم الأستراليين يسجلون الهدف الثاني.